خطرة خطرت لي، هل ينفع البيم مانجر ما يكونش عارف السوفت وير او ما يكونش عارف البرنامج اللي احنا شغالين عليه؟ طيب، بداية البيم مانجر 90% منه إدارة الآخرين وعلم اجتماع، ازاي أدير الآخرين وازاي أتعامل معاهم وازاي أقدر أحركهم نحو الهدف. تمام، يعني ممكن المدير نفسه ما يكونش عنده بعض المهارات اللي عند الآخرين، بس هو قادر ان هو يوجههم وقادر ان هو يقول لهم اعملوا كذا ما تعملوش كذا. واهم صف في القائد ان هم يكونوا واثقين فيه، تمام، بحيث ان هو لما يقول لهم حاجة يعملها له. والثقة دي، الثقة دي بتيجي عن طريق ان هو تجارب سابقة، ان احنا مثلا قلنا له حاجة وهو عملها، او قال لنا هعمل حاجة وفعلا نفذها. فمن خلال التجارب السابقة احنا خلاص وثقنا فيه، فلو قالنا يمين يمين شمال شمال لان احنا في ثقة بينه وبينه. تمام، طيب، بس ما ينفعش يكون مش عارف سوفت وير خالص، يعني في 10% ما ينفعش نسيبهم. بمعنى لو حد هو دلوقتي شغال ووقف قدامه سؤال، طب هيسأل مين؟ ما هو لازم يسأل البيم مانجر، ولازم هو اللي يحل لي المشكلة اللي قدامي، مظبوط؟ فلازم يكون عارف يحل المشكلة. تمام، لو حضر اجتماع وسألوه المشروع ده ياخد قد ايه، لازم يكون الجواب حاضر. مثلا بص على المشروع كده، اه ده مثلا ياخد 6 شهور او سنة. ما ينفعش يعتمد على ان هو يسأل الاخرين في كل حاجة، لازم يكون عنده خبرة سابقة، بحيث ان هو يكون اول ما يسأل يقول لهم اه ده هتاخد كسر. ممكن يسأل فريق واحد يكون مكسلين فيقول له هتاخد سنة وهي بتاخد 6 شهور. فلازم يكون هو نفسه اشتغل قاعده في الفريق، يعني ما ينفعش واحد يبقى قائد وهو ما كانش جندي. لازم يبقى فيه قعد فترة في فريق وخد خبرة من خلال الشغل في الفريق ديت. انا قعدت فترة اشتغلت بيم، وكان المدير بتاعي الحمد لله المهندس معاذ، من الناس المحترمة جدا، و استفدت كتير. يعني لو انا قلت لا انا هشتغل مدير وبتاع، طب ما مفيش خبرة، تمام، ومفيش يعني هبدأ أجرب، لأ طب ما أشتغل في فريق وآخد الخبرة، ولما في مشكلة بتتحل إزاي والحاجات دي كلها. فلازم هو يكون يقدر يعمل سبورت للناس. هو ممكن ما يكونش عارف السوفت وير دوت، يعني يكون مثلا شركة شغالة بسوفت وير مثلا إكس، وهو متعود واشتغل فترة طويلة واي. بس هي فكرة واحدة، يعني أنت لما بتشتغل على أحد برامج البيم وتروح لبرنامج تاني نفس الفكرة، فما بتاخدش وقت خالص. تمام، بتلاقي نفس الحاجات، بس ممكن تكون اسامي الزراير مختلفة، بس الفكرة واحدة. فبتعرف ان انت تبدأ تبني وقت قصير قوي. يعني لو خدت في اول برنامج مثلا 3 شهور عشان تتعلمه، هتلاقي التاني مثلا في 10 ايام عرفت اماكن الحاجات فين، وهي الفكرة واحدة. كان برضو احنا من ضمن حاجات كنا شغال، انا كنت شغال على ريفيت 2009 ونزل 2010، فتهت شوية كده على أماكن الزراير فين. تمام، لأن ده تولز، فمجرد بس تعرف أماكن الزراير فين خلاص بتلاقي نفسك دخلت. لازم يكون هو يقدر يعمل سبورت ويدي مثلا يشرح للناس، ما يكونش بخيل. ما ينفعش البيم مانجر أو القائد عموما يكون بخيل. والدليل على كده الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح بيروي سيدنا جابر في بعثة العقبة الثانية، سأل القبائل بتوع الأنصار مين القائد بتاعكم بحيث يبقى في نقيب على كل قبيلة. فسأل بني سلمة من قائدكم، تمام، من رئيسكم؟ فقالوا جد بن قيس. فقال لهم ايه جد بن قيس؟ ماشي. قال له على أننا نبخله، احنا شايفين ان هو بخيل وبنقول ان هو بخيل. قال وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن جموح. القائد ما ينفعش يكون بخيل لا فلوس ولا علم، لازم يكون راجل ما بيكتمش المعلومة. لازم أول ما حد يسأله على حاجة يجاوبه، يدور على المعلومة. ممكن يكونش عارف المعلومة بس يقول له كمل أنت شغل وأنا هدخل أشوفها لك بتعمل إزاي وأجيبها لك، ويجيبها في نفس اليوم أو في نفس اليوم يقول له لا أنا دورت ولقيتلهاش حل. أحترم أنا الموضوع دوت، إن الراجل فعلا بذل جهد ويجي يقول لي لا والله أنا دورت وملقيتش حل. تمام، او في حلول بس هتبوظ الشغل، فخلينا ايه ندور تاني مثلا. تمام، بس زي ما يعني ده اعتقادي الشخصي.
ان لازم في جزء من المهارات التقنية يكون عنده مهارات تكنولوجيا، ويكون هو اشتغل بدي فترة طويلة. ممكن يكون مثلا هو متعود على برنامج، والشركة مثلا قالت لا ده المشروع دوت هنشتغل ببرنامج تاني، يكون هو يسبق كده ويحاول يعرف ايه هو البرنامج دوت، ويقول لنا اعمل لك سبورت، ويدينا مثلا كورس يقول لنا خلينا انا اتعلمت 10% هاجي اشرحه لكم، وشرح لنا 10% و10% لحد ما يخلص لنا البرنامج. الله اعلم.